بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن جزيئات الماء. مثل ما تلاحظون في الصورة، هذه ليست جوهرة أو ألماسة، إنها جزيئات من الماء. وتؤكد الأبحاث التي أجراها بعض العلماء أن شكل جزيئات الماء يتغير ويتأثر بالكلام الذي يتلى عليه، ولذلك فإن قراءة القرآن على الماء يزيد من نشاط جزيئاته، ويفعل كثير من الجزيئات، يعني يتغير كثير من الجزيئات، وأيضا تزيد طاقته الشفائية الكامنة في هذا الماء. وبالتالي فإن الماء المقروء عليه آيات من كتاب الله تعالى يختلف عن الماء العادي بقوته الشفائية. ولذلك يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء آية 82، والله أعلم.